شاهدي متابعي تلفزيون اليوم السابع، رجعنا لكم تاني متابعه لمباراه منتخب مصر مع الكاميرون في نصف نهائي امم افريقيا. مكملين معاكم النهارده في تلفزيون اليوم السابع. بنتكلم دلوقتي عن تشكيل منتخب مصر اللي قلناه منذ قليل، اللي هو فيه ابو جبل موجود في حراسه المرمى وابو الفتوح في جبل يسرى وعمر كمال عبد الواحد في اليمين، وفي قلبي الدفاع الونش محمد عبد المنعم، في نص الملعب حمدي فتحي وقدامه عمرو السوليه والنني، وفي الهجوم عمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفى محمد. معانا كابتن مصر وكابتن نادي الزمالك كابتن طارق يحيى. اهلا بيك يا كابتن طارق، منورنا. اهلا بيك يا استاذ عمر، انت منور وكل مشاهدينك ومستمعيك حبيبي. حضرتك شفت سمعت معانا التشكيل، وانا عارف طبعا حضرتك متابع لحظه بلحظه منتخب مصر ودايما داعم ليه، حضرتك شفت تشكيل منتخب مصر ازاي؟ طبعا انا شايف تشكيل مناسب جدا الحقيقه، الاختيارات زي ما احنا عايزين بالظبط. احنا توقعنا هذا التشكيل، احنا قلنا ان الثلاثه في نص الملعب سواء عمرو السوليه او حمدي فتحي او النني بيشتغلوا بشكل جيد، بيقفلوا نص الملعب كويس، بتلعب تيم كبير، تيم عنده قوه هجوميه ونص ملعب قوي، ولكن الناحيه الدفاعيه عنده مش عاليه قوي، وبالتالي حسنا ان الراجل عمله. عليه زي ما هو شايف. انا خدت الظهر عوده الونش ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقه ويؤدي ماتش كويس بعد الاصابه. ايضا بالنسبه لي ابو جبل برضو اضافه كبيره، شايف ان ابو جبل بدايه الماتش ان شاء الله يكون سليم هو الونش ويؤدوا مباراه جيده، لان الاثنين قوه في خط الظهر وهيزيدوا خط الظهر القوه بشكل كبير. انت عارف ان هم عندهم اثنين فراوده جامدين جدا بيلعبوا بيطبخهم كويس قوي، جايبين هم الاثنين على فكره 11 جول. ابو بكر ده والراجل اللي جنبه الاثنين جامدين جدا، وبالتالي عوده حمدي الونش دي حاجه ان شاء الله تكون مميزه جدا باذن الله، ويبقى اضافه لخط الظهر. شايف التشكيل مناسب جدا، تشكيل واقعي مفيش اي خروج عن النص فيه. تمنياتنا ان شاء الله باذن الله لمنتخبنا باذن الله ان شاء الله ان هو يعمل ماتش كويس ويقدر يكسب الكاميرون. وخلي بالك يا استاذ عمر، انا في اعتقادي اللي هيكسب مباراه النهارده هو اللي هياخد البطوله من الاخر، عشان تبقى بس طبعا. انا شايف كده. كابتن طارق، الاول في التشكيل في بعض الناس متخوفه برضو النهارده، اول مره في البطوله يلعب حمدي الونش مع محمد عبد المنعم. كان في بدايه البطوله كان بدا الونش مع احمد حجازي، طبعا احمد حجازي اتصاب قبل ما يتصاب وحاليا هو سافر المانيا يتعالج. تواجد النهارده الونش مع محمد عبد المنعم، قصة التجانس دي ممكن تأثر وفيها خطر على دفاع منتخب مصر؟ بص هقول لك على حاجة، المنتخبات مش مطلوب بالانسجام يبقى في أعلى مستوياته، لأن الأندية هي اللي مطلوب فيها هذا الكلام، لأنك بتلعب مع زميلك كل أسبوع مباراة، تتمرن معاه وهو عارفك وفاهمك، يبقى في أدابتيشن بتعود كبير جدا، لكن المنتخبات مش مطالب فيها التفاهم والانسجام أبدا إلا غير إنك تقف صح، انك تتكلم مع زميلك، انك تمسك الفيرود بتاعك كويس. يعني القصه دي مش هتاثر بشكل كبير على اداء منتخب مصر. الونش برضو اول مره كان يلعب مع حجازي من فتره طويله جدا، حجازي كان اول مره يلعب مع محمد عبد المنعم اول مره يلعب مع الونش. انا شايف ان الامور يعني ما فيهاش اي نوع من انواع القلق باذن الله، ان شاء الله يبقوا الاثنين متفاهمين، لان هم زي ما انا قلت لك عندهم ابو بكر وكامبي ده لعيب برضو مميز جدا نمره 12، الاثنين جايبين 12 و10 جايبين 11 جول، جايبين كل الاجوان بتاعت الكامبي. ابو بكر هداف البطوله بست اهداف بالمناسبه. يا كابتن طارق استغل وجودك معايا، وانت كنت يعني حتى لعيب كبير، في تصريحات النهارده خرجت من ابو بكر فيرست هداف الكاميرون اتكلم فيها محمد صلاح تحديدا، وبشكل واضح الراجل قال ان هو يعني غير مقتنع. ما معنى كلامه مش مقتنع بمحمد صلاح؟ انت شايف التصريح ده يعني في توقيته شكله ازاي؟ وهل يعني ده رايه شخصي ولا ليه هدف اخر؟ هي يعني تقدر تقول لا حرب نفسيه حرب كلاميه زي ما قلته. وانا الحقيقه مستغرب جدا من تصريح قلته، وشفنا الفيديو بتاعه انها الحرب. قلته لعيب انا مش متخيل عقليته الاحترافيه ازاي توصله لهذا الكلام. الراجل ده احترف في افضل انديه اوروبا ولعب سنين طويله في اوروبا، المفروض تبقى عقليته مختلفه تماما، لكن للاسف تصريحاته
كانت فيها نوع من انواع المبالغه فيها الغباء الكروي. وفي نفس الوقت انا سعيد جدا بكلام او رد مستر كيروش. الرجل رد عليه رد واقعي جدا ورد محترم جدا ورد الحقيقه افحمه بمعنى الكلمه، ولكن دي تصريحات زي ما قلنا عنتريه من شانها اللي هو حرب نفسيه عشان يوقع لعيبه مصر. لكن طبعا لعيبه مصر جيده جدا وعلى مستوى عالي، وخلي بالك طول عمر الافارقه بيعملوا كده معاك، انت بينزلوا بيبقوا نازلين بيغنوا 4-0 و4-0 ويشيلوا 3-2 ويروحوا. هي قصه كده يا استاذ عمر يعني. بس الكاميرون برضه فريق كبير برضه يا كابتن، برضه احنا موزعات كلامك انت قلت ان هو اللي يفوز النهارده ممكن ياخد البطوله. انا متفق معاك يا كابتن. بص الكاميرون ومصر افضل من السنغال، اللي هيكسب من النهارده وان شاء الله تكون مصر هيكسب السنغال، وانا واثق من هذا الكلام سواء الكاميرون او مصر. ان شاء الله الافضليه لينا، ان شاء الله يبقى نص الملعب بتاعنا كويس ومميز والهجوم مميز، وان شاء الله باذن الله نبارك لبعض بعد المباراه ان شاء الله استاذ عمر باذن الله. وقول النهارده برضه عوده حمدي فتحي هتفرق مع منتخب مصر برضه على اساس ان هو ديفندر ثالث مع السوليه ومعدني، بشرط ان هو يكون سليم 100% ما فيهوش اي مشاكل. وان هقول لك على حاجه كمان، في نقطه مهمه جدا الناس مش واخده بالها، احنا لاعبين اتنين مباراتين اللي فاتوا سواء كوت ديفوار او المغرب. أيوة. 120 دقيقه. فده اتمنى ان احنا نكون اتخلصنا من الاجهاد والارهاق، لان هم ما لعبوش، لعبوا مع فرق اقل منك كتير، المجهود ما كانش عالي قوي، انت بذلت مجهود كبير جدا سواء مع كوت ديفوار او المغرب، انت بتلعب تيمين كبار، لكن هو لعب فرق اقل منك بكتير سواء ملاوي او الفرقه بتاعت مالي اعتقد، او مش فاكر مين اللي لعبوا الماتش اللي قبل ملاوي. جامبيا. فرقتين يعني المفروض ان الكاميرون افضل منهم بكتير، فهتلاقي الحمل البدني او المجهود البدني المبذول في المباراتين الكاميرون اقل بكتير جدا من المبذول من مباراتين مصر. فبالتالي اتمنى ان احنا نكون تخلصنا من الاجهاد والتعب وعملنا استشفاء صح عشان نقدر نواجه ان شاء الله باذن الله الكاميرون باذن الله بشكل افضل. في تساؤل برضه جماهيري برضه يا كابتن طارق، ان هو المباراه اللي فاتت مباراه المغرب بدا بعمر مرموش وكمل فيه، بعد كده مع نزول تريزيجيه عمل فارق وقدر يحرز هدف الفوز لمنتخب مصر في المغرب. كان الافضل ان هو يبدا بتريزيجيه ولا يحتفظ بيه على الدكه زي ما هو عمل النهارده كده كروش؟ هي مدارس. في مدرسه بتقول لك ان انا اغير ابدا باللي هيدي، واحد يقول لك طالما انا ماشي صح وماشي كويس وبكسب باللي انا بلعب له ببدا بيه، ويبقى التغيير اللي عندي اقوى والتغيير اللي عندي نفس القوه. يعني انا شايف تريزيجيه من مرموش مش فارق كتير، ولكن الناحيه البدنيه او العامل البدني يبقى لصالح مرموش اكتر، لان تريزيجيه جاي من فتره طويله جدا ما لعبش كتير، 9 شهور اصابه، وبالتالي مرموش عنده الافضليه البدنيه، وعشان كده هو الراجل بيبدا بيه ويفنش بتريزيجيه على اساس تريزيجيه عنده سرعات يقدر يشتغل نص ساعه، يشتغل تايم بشكل افضل وبشكل احسن، ويبقى عندك تغييره. وبعض المدارس بتقول ان الاحتياطي لازم يبقى اقوى من اللي موجود عشان ده تقدر تكمل، خاصه في المباريات اللي فيها اكسترا تايم وفيها وقت اضافي، دي بتحتاج مجهود كبير وبتحتاج ناس عندها قدرات بدنيه عاليه. وبالتالي انا شايف ان منتخب مصر، وخلي بالك منتخب مصر كان له الافضليه في مباراه المغرب لسبب مهم جدا جدا الناس كلها مش واخده بالها منه. الاحتياط اللي نزل عندنا كان اقوى من احتياط المغرب. بمعنى التغييرات اللي نزل، بمعنى مثلا النصير لما طلع، بوفال لما طلع، اللي نزلوا مكانه ما كانوش بنفس القوه، لكن انت لما طلعت مثلا مرموش وزدت رزقيه نفس القوه، لما تيجي تطلع مثلا يعني لما نزل برضه كان كويس، برضه ما كانش برافو عليه، وزيزو لما نزل. فانت بتتكلم في الافضليه دائما ابدا لدكه البدلاء في هذه المباريات مثل هذه اللقاءات، فان شاء الله باذن الله يبقى عندنا الافضليه النهارده ان شاء الله بفعل اللعيبه اللي موجوده وبفضل ربنا وتوفيقه ليهم ان شاء الله. كابتن طارق برضه هنكمل معاك في موضوع التشكيل، في جزئيه مهمه برضه، في ناس كتير بعض التحفظات من الناس على شايفين ان مصطفى محمد لا يقدم نفس المستوى المعروف عنه في البطوله، ممكن نقول المشكله اللي حصلتكم بتاعت الامتحان واحد الاشخاص اتحد صفته في الامتحان، هل دي مؤثره عليه ولا كان الافضل يكمل ويدفع بمحمد شريف ولا هو يكمل زي ما هو؟ يعني لا بص هقول لك على حاجه، هي احنا متعودين دايما الفرود عايزينه يجيب جوان، ودائما ابدا الاجوان هي اللي بتظهر الفراوده، وبالتالي لما مصطفى محمد بيغيب عن التهديف بيتقال عليه مستوى، قد يكون هناك له دور اكبر ان هو يجهد المدافعين الاثنين المساكين، ان هو يعمل تمويه، يجي اللي قادمون من الخلف هم اللي يشتغلوا بشكل جيد،
كل هذه الامور وارده. لكن انا معاك ان هو مستوى مش في افضل حالاته، قد يكون التاثير بتاع موضوع الولد اللي دخل مكانه الامتحان ده قد يكون مؤثر بالنسبه له وقد يكون لا يؤثر، ولكن انا معاك ان مصطفى محمد مش في الفورمه، لان خلي بالك برضو في بعض الاقاويل بتقول ان هو هيمشي من جلطة سراي وبتاعه مش عارف ايه ومش هيكمل و و وكده كله، وان جلطة سراي جاب الراجل المهاجم بتاع الهلال ده الهلال السعودي، وبالتالي انا بقول لك ان كل هذه الامور قد تؤثر على مصطفى محمد، ولكن يبقى مصطفى محمد هو يعني جبهه قويه جدا في خط الهجوم مصر، ولعيب له فايده كبيره جدا سواء ان هو جاب جوان او ما جابش جوان. تتوقع سيناريو المباراه يمشي ازاي يا كابتن طارق النهارده؟ لا المباراه 50-50 ما فيهاش اي توقع. لو احنا كويسين يا استاذ عمر بنفس الاداء والتركيز والروح بتاعه ماتشين الكوت ديفوار والمغرب تاكد ان احنا هنكسب، لان انا دايما بقول اللاعب المصري يتفوق على اللاعب الافريقي بالذكاء وبالتالنت المهاره القدرات الفرديه لينا بشكل كبير. هم عندهم قوه جسمانيه، عندهم سرعات بعض الاحيان، عندهم ممكن يكون لياقه بدنيه، ولكن في الاول والاخر المهاره هي اللي بتكسب في الاخر. الذكاء الكروي في الملعب هو اللي بيكسب في الاخر اعتقد. يعني كابتن طارق بنشوف طبعا طريقه كروش واضحه جدا في ان هو دايما بيبدا منكمش، الفريق بينكمش بيمتص حماس الفريق المنافس، ودي بتدي فرص اكتر من مره لتقدم المنافسين، بس مصر الحمد لله بتقدر ترجع. هل دي الطريقه اللي هيقدر يعملها برضو النهارده، ولا هيتجه للتوازن ويغير طريقته؟ لا هو لازم يبقى فيه توازن. لازم يبقى فيه توازن ما بين الدفاع والهجوم، لان انت هتعتمد النهارده في اعتقادي على الهجمات المرتده اكتر، لان فريق الكاميرون هيهاجمك بفعل الارض والجماهير والكلام ده كله، وبالتالي انت لازم تاخده على الهادي وفي نفس الوقت تفاجئه ببعض الهجمات المرتده عن طريق محمد صلاح، سرعات صلاح وسرعات مرموش ومصطفى محمد. وبالتالي اعتقد ان مستر كيروش هيبدا متحفظ بشكل كبير ويعتمد على الهجمات المرتده الى ان يجد جديد. لو جبنا جون هيفضل مستمر على ذلك، لا قدر الله تقدم هم بهدف لابد ان هو هيشتغل وهيغير الاستراتيجيه بتاعته من الناحيه الهجوميه. لكن في الاول والاخر المباراه اللي زي دي ده مباراه نهائي مش قبل نهائي، ده انا هعتبره نهائي، وبالتالي لازم يبقى في تحفظ شديد ونوع من انواع الكنترول على اداء اللعيبه ومين اللي هيروح ومين اللي هيقف ومين اللي هيرجع ومين اللي هيدافع، كل هذه الامور لازم تتحط في الحسبان. توقعك يا كابتن لنتيجه الشوط الاول والمباراه بشكل عام؟ صعب التوقع يا استاذ عمر، بس انا بقول لك ان ممكن المباراه تتجه الى الاكسترا تايم او الوقت الاضافي احتمال. هيكون فيها شوط فيها اهداف الشوط الاول؟ ممكن تبقى فيها اهداف بس قليله، يعني الاثنين مش هيبقوا مفتوحين قوي، الاثنين مش حافظين بعض، فرقتين كبار، هنا في قوات قوه هجوميه ودفاعيه وهنا قوه هجوميه ودفاعيه، وبالتالي ما اعتقدش الاهداف هتبقى كتيره، يعني مثلا ممكن 1-1 بالكثير لو التعادل توعدوا سلبي، لكن ما اعتقدش النتيجه هتبقى كبيره لقوه الفرقتين ولاهميه المباراه واللي احنا شفناه من ايتو وجماهير الكاميرون وشايفينها لغايه دلوقتي بتقول هذا الكلام، ان المباراه هتبقى مقفوله لحد كبير، مش هتبقى مفتوحه زي ما الناس متخيله، الا لو فرقه تقدمت بهدف ساعتها الاستراتيجيه هتختلف وممكن جدا يبقى فيه اهداف. نورتنا يا كابتن طارق، ونشوف المباراه النهارده مع بعض، وهيكون لقاء معك تاني باذن الله كابتن طارق. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. مشاهدي متابعي التلفزيون يوم السابع، كان معانا كابتن طارق يحيى بيلقي بالضوء على تشكيل منتخب مصر، قال ان هو التشكيل واقعيه، قال ان كروش لم يتجه للمغامرات والمخاطره في التشكيل، قال التشكيل كله منطقي، قال ما فيش مخاوف من خط الدفاع في وجود الونش جنب محمد عبد المنعم لاول مره خلال تواجدهم في البطوله، قال ان حمدي فتحي وجوده منطقي، قال ان هو وجود تريزيجيه على دكه البدلاء دي استراتيجيه من الكروش المدير الفني ان هو يكون عنده اوراق كتير، قال ان منتخب مصر قادر ان هو يحسم بطوله، قال ان منتخب مصر اللي هيفوز بمباراه النهارده هيقدر يفوز بلقب بطوله افريقيا. كملوا معانا في التلفزيون اليوم السابع، مكملين تغطيه طول اليوم باذن الله، وباذن الله نكملها بفوز منتخب مصر باذن الله وتاهل لنهائي افريقيا.